لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد الرياضية المغربية أولاً بأول. اختتمت اليوم فعالية الملتقى الدولي السابع لبارا ألعاب القوى مولاي الحسن بمدينة مراكش، وذلك بعد 3 أيام من المنافسات. منافسات اليوم الختامي شهدت تحطيم رقم قياسي عالمي جديد عبر البرازيلية إليزابيث غوميز في مسابقة رمي الجلة فئة F53 بعدما حققت رقم بلغ 6.51 أمتار، بالمقابل المشاركة المغربية واصلت حصد الميداليات حيث عانق أنس كوك ذهبية السباق 400 متر فئة T36، أما أيوب سديني فأحرز ذهبية سباق 400 متر فئة T47، كما فاز زكريا الدرهم بذهبية مسابقة رمي الجلة فئة F33. الذهب كان أيضا من نصيب فتح حصار بعد تربعها على صدارة مسابقة رمي الجلة فئة F57، كما توج أيضا عز الدين النويري بذهبية رمي الجلة فئة F34. يزداد الستار عن النسخة السابعة للملتقى الدولي السابعة لبار ألعاب القوى مولاي الحسن، والذي عرف هذه السنة مشاركة زيادة من 450 رياضي ورياضية يمثلون 44 دولة. Thank you.